ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
السلام عليكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما أقبل شهر الصيام وأدبر. الله أكبر ما هلل مهلل وكبر. الله أكبر ما عرف المؤمن ربه ولآلائه تذكر وشكر. الله أكبر ما خشعت لله القلوب والأبصار. الله أكبر ما استجار الصائمون بالله من عذاب النار. الله أكبر ما داموا على الذكر والتوبة والاستغفار. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. ويقول أيضاً: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. وكذلك يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. عباد الله، تقوى الله التي أشارت إليها هذه الآيات الكريمات هي أساس هذا الدين الذي شرفنا الله به، كما أخبرنا بذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين سأله صاحبه أبو ذر رضي الله عنه حين قال له: أوصني يا رسول الله. قال: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس أمرك، وهي أيضاً وصية الله في الأولين والآخرين من الأمم، كما نطق بذلك كتاب الله. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون، نعم الله علينا كثيرة، منها يومكم هذا يوم عيد الفطر السعيد. واليوم قد اجتمع لنا عيدان: الجمعة وعيد الفطر المبارك. لكل حكمه. هناك من الناس من يقول: إذا اجتمعت الجمعة مع العيد سقطت الجمعة ولا تجب على الناس، ولكن هذا خطأ. الجمعة فرض يومها والعيد سنة. إذا صلينا العيد لابد أن نعود إلى المسجد ونؤدي فريضة الجمعة، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا شامل للعيد ولغير العيد. هذا اليوم هو اليوم الذي توج الله به شهر الصيام،
وافتتح به أشهر الحج إلى بيته الحرام، حيث قال تعالى: الحج أشهر معلومات. هذا هو أول يوم من أيام الحج، يوم امتلأت به القلوب فرحا وسرورا، وازدانت به الأرض بهجة وسرورا. للصائم فرحتان، هكذا يقول سيدنا رسول الله: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. فتقربوا فيه إلى ربكم الرحمن، تقربوا فيه إلى ربكم الرحمن، وابتعدوا عن خطوات الشيطان، فإنه لكم عدو مبين. قال تعالى في التحذير منه: يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ها نحن اليوم أيها المسلمون خرجنا من شهر رمضان المبارك، وقد وفقنا الله تعالى لقيامه ولصيامه. هذا المسجد، مسجد الملك فيصل رحمه الله، كان مليئا بالمصلين، نساء ورجالا، شبابا وكهولا وشيوخا، فقراء وأغنياء، حكام ومحكومين، كلهم يأتون إلى هذا المسجد. الكل تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، والكل يتضرع إلى الله تعالى طالبا رضاه وغفران ذنوبه. وترى دموعهم وهم يصلون التراويح، ترى دموعهم تسيل على خدودهم كالدر المنظوم حين يسمعون القرآن من حناجر الشباب في صلاة التراويح، كأنهم هم الذين عناهم القرآن بقوله سبحانه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. هذا هو وعد الله، ولن يخلف الله وعده. ولكن ماذا بعد أيها المسلمون؟ هذه هي حال الناس في هذا المسجد وفي غيره أيام رمضان. ماذا بعد رمضان الذي ينبغي أن يكون بعد ذلك، بعد أن خرج رمضان؟ الذي ينبغي أن يكون هو الاستمرار على هذا الحال، لا أن ننكس ونترك ما كنا نفعل في شهر رمضان، لأن الله الذي كنا نعبده في رمضان هو الله الذي نعبده في غير رمضان. فالأمر كما قال الصديق رضي الله عنه سيدنا أبو بكر حين مات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ماج الناس واضطربت أحوالهم، فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إذن الله سبحانه وتعالى هو المعبود في رمضان وهو المعبود في غير رمضان، فعلينا أن نستمر على هذا الحال. وقد استمعنا في افتتاح هذه الخطبة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معنى الآية: استمروا على التمسك بإسلامكم حتى يأتيكم الموت الذي لا بد منه. فهو كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، أي استمروا على إيمانكم ويقينكم ولا تتخلوا عن دينكم، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر.
ولا تكونوا كأولئك الذين قال الله فيهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذا هو الواجب الذي ينبغي أن نكون عليه دائما أيها المسلمون، لا أن نكون كما في المثل المعروف عندنا: حليمة رجعت لقديمة، ما أن ينتهي رمضان إلا ونعود إلى الأخلاق السيئة والأفعال المنكرة، بل علينا أن نستمر على العمل الصالح ولنستعين على ذلك بربط النعم بالمنعم سبحانه وتعالى، فإنه ما من لحظة من لحظاتنا إلا ولله نعمة يرسلها إلينا: عافيتك نعمة، تفكيرك نعمة، لسانك الذي تنطق به نعمة، المال الذي تتمتع به نعمة، طعامك الذي تجلس إليه بعد قليل نعمة، بل أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. سبحانه وتعالى سخر لنا سماءه وأرضه وغير ذلك من مصادر الرزق والإحسان، أين شكر هذا المنعم؟ بل أين حب هذا العبد لهذا الإله الذي يدلله ويكرمه ويتفضل عليه؟ رحم الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان أميراً للمؤمنين، كان يحكم الدولة من المشرق إلى المغرب عمر بن الخطاب، كان يهابه كل ملوك الأرض، ومع ذلك كان يتجول في رعيته حتى إذا رجع إلى بيته جلس وشرع يخاطب نفسه يقول لها: ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ لقد كنت فقيرا فأغناك الله، وكنت حقيرا فأعزك الله، وكنت وضيعا فرفعك الله. هكذا كان يخاطب نفسه رضي الله عنه. وهكذا والله ينبغي أن يفكر كل واحد منا ليجد حب الله تعالى قد ملأ قلبه، فينشط لطاعة مولاه والعمل بشرعه. نحن ضعفاء لا نملك من الأمر شيء أيها المسلمون، مشكلتنا اليوم ليست مشكلة اليقين العقلي فإنه موجود، ولكن مشكلتنا مشكلة السلوك، سلوكنا كثيرا ما يكون منحرفا، أخلاقنا كثيرا ما تكون مثيرة لغضب الله تعالى، سواء كان مع الأهل والأولاد في المنزل أو في السوق أو مع الناس عموما. تجد المسلم يصلي ويصوم ويذهب إلى المساجد ويسمع المواعظ ويسمع القرآن الكريم، فإذا خرج من المسجد ضرب هذا وشتم هذا وتكلم في عرض هذا وأكل مال هذا وظلم هذا ونسي الله الذي يركع ويسجد له. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف المسلم يقول: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. المسلم لا يعتدي، المسلم لا يتعدى على الآخرين. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ومن المحزن والمبكي في آن واحد أن أهل البارات وأهل الأوبرشات الآن زينوا أماكنهم لاستقبال الضيوف. أي ضيوف؟ الضيوف الذين كانوا يصومون رمضان وكانوا يقومون الليل، كثير منهم الآن
مستعد بعد الصلاة أن يذهب إلى البارات ليشرب الخمرة مع أنه يسمع القرآن يتلى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ومع ذلك لا يبالي بهذه الأوامر. على أي حال، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى، إنه سميع مجيب. الله أكبر، الله أكبر. أيها المسلمون، يقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شريعتنا إنما جاءت لصلاح بني البشر جميعا، فهي توزع رحمات الله تعالى بين الجميع، بين الضعفاء ترفعهم إلى مستوى الإنسانية الباسقة، وتخفض النوع الآخر إلى مستوى هذه الإنسانية ذاتها، وتوصل الناس بعضهم ببعض بجسور الوداد والتعاون طبق القاعدة الربانية القائلة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا أعرض الناس عن القيام بهذه الأمور الربانية فالبلاء هو المصير، وإذا حل البلاء لا يكون محصورا في هؤلاء الذين أعرضوا فقط، وإنما ينتشر في الوسط كله، كما قال تعالى وهو أصدق القائلين: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وذلك التعاون الذي أشارت إليه الآية ليس فيه أداة حصر تخص نوعا دون آخر، بل هو شامل لجميع مناحي الحياة، وأفضلها هو العمل سواء كان جماعيا أو فرديا. فالفرد يعمل بما أعطاه الله من قوة وفكر ليساعد الآخرين، ولا ينبغي للواحد منا أن يكون كلاً على الآخرين وهو يملك القوتين الفكرية والجسدية. فلنأخذ إذن بالأسباب ولنترك الأماني، فكما أن الإيمان لا يكون بالتحلي ولا بالتمني، ولكن هو شيء وقر في القلب وصدقه العمل، كذلك البناء والتعمير لا يكون بالتحلي ولا بالتمني، ولكن بالعمل والاجتهاد تبنى النفوس والأوطان. فلا تتكل إلا على ما فعلته، ولا تحسبن المجد يورث بالنسب. وكذلك إذا أردنا تغيير واقعنا فلا بد من محاربة الفساد الذي قد انتشر بجميع أنواعه، المتمثل في الاختلاس والرشاوي وغير ذلك من أنواع الفساد، حتى صار الحال كما قال ربنا سبحانه: ظهر الفساد بالبر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والفساد في هذه الآية يشمل الفساد الأخلاقي والسلوكي، والفساد المتمثل كما قلنا في الرشاوي والسلب والخيانة للأمة والوطن، وفساد البيئة، كل ذلك فساد يدخل في مدلول الآية: ظهر الفساد في البر والبحر. فاتقوا الله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فعلى أصحاب الأموال أن يتقوا الله في أموالهم، بأن يراعوا حقوق الله فيها، وأن يتعاهدوا الفقراء والأيتام والأرامل، ولا يكونوا كأولئك الذين قال الله فيهم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه
بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وعلى أهل الإعلام على الإعلاميين أن يتقوا الله في إعلامهم، أن يكونوا صادقين في أخبارهم امتثالاً لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فما يسمونه بالفبركة والزيادات وما يختلقونه من كلمات ليست واقعة فإنه من الكذب المحرم تقع بسببه مفاسد كبيرة يسأل عنها الإنسان يوم يقف بين يدي الرحمن. وليعلم الإعلامي والصحفي إنه يتولى أشرف الأعمال وأنبلها، فينبغي أن يكون صادقاً أميناً ضابطاً لما يخرج من رأسه. وعلى الأساتذة في الجامعات والمعاهد والمدارس وعلى العلماء في المساجد والمشايخ في الزوايا وخطباء الجمعة عليهم جميعاً تحمل المسؤولية كما أراد الله تعالى بأن يكونوا صادقين في أداء واجبهم وأن يكون الإخلاص إمامهم. فالعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. كم عالم مد العلوم حبائلا لوقيعة وقطيعة وفراق. فحاولوا أيها العلماء على اختلاف طبقاتكم ألا تخرجوا من ذلك الشرف الذي خصكم الله به في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. علموا أبناء المسلمين المعتقد الصحيح الذي يصلون به إلى الله. والمسؤولية الكبرى تقع على عاتق المسؤولين الذين اختارهم الله تعالى من بين خلقه فولاهم أمر الأمة. عليهم أن يقوموا بما أقامهم الله عليه من العدل والإنصاف بين الناس، وأن يعلموا أن الله سائلهم عما استرعاهم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وليتذكروا دائما قول الحق تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. آية فيها وعد ووعيد. فليس هناك أفضل من الحاكم العادل، ليس هناك أفضل من الحاكم العادل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ويقول أيضا أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. فأنيبوا إلى الله عباد الله واسألوه التوفيق والسداد في القول والعمل. وفي ختام كلمتي أقول لأبناء الوطن جميعا: وحدوا جهودكم لخدمة هذا البلد، فشرف كل أمة يكمن في وحدة أبنائها. وحدوا الكلمة ووحدوا الصف، واعملوا جميعا حكومة وشعبا لتثبيت الأمن والأمان والطمأنينة. فإن الأمن والأمان نعمتان عظيمتان مجهولتان، بدونهما لا يتحقق شيء للإنسان، والله من وراء القصد. وأخيرا أيها المسلمون، دعوني أعبر عن فرحتي وأنا إمام لهذا المسجد، أعبر عن فرحتي بما وصل إليه هذا المسجد الكبير
الذي ترونه من هذه الحلة الجميلة التي ترونها والتي قام بها ابننا رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبيتنو من ترميم هذا الصرح العظيم، متمنياً له من الله تعالى العلي القدير أن يتقبل منه هذا العمل وأن يوفقه للقيام بهذا البلد، إنه البر الرحيم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقه للاستمرار على صيانة هذا المسجد. المسجد الآن بني والحمد لله وقف على هذه الهيئة التي ترونها، ولكن دوام هذه الزينة ودوام هذه الحلة مرهون بخدمة هذا المسجد إلى ما لا نهاية. وأملنا في الله تعالى وفي ابننا كبير وفي إخوانه الذين معه، عليهم التوفيق أن يقوموا بهذه الصيانة إن شاء الله. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في الشركة التي نفذت هذا المشروع الضخم بقيادة الأخ المهندس أشرف الذي بذل كل جهده لإخراج هذا العمل بهذه الصورة الجميلة المشرفة. جزى الله الجميع خيرا، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم نسألك، متوجهين إليك ونحن عبادك الضعفاء لا نملك حولا ولا قوة، نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها غائبنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها ألفتنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم نسألك أن توفق من وليته أمرنا لما تحب وترضى. اللهم نسألك أن توفق من وليته أمرنا لما تحب وترضى. اللهم سدد خطاه، اللهم سدد خطاه، اللهم احفظه من كل سوء يا أرحم الراحمين، اللهم احفظه من كل سوء يا أرحم الراحمين، واحفظ بلادنا من كل سوء يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك متوجهين إليك أن ترفع تلك الفتنة من السودان، تلك الفتنة التي أكلت الأخضر واليابس. نتوسل إليك يا ربنا بأعمالنا الصالحة وبسيدنا محمد أن ترفع تلك البأساء وأن ترد إليهم صوابهم وأن توحد كلمتهم يا بر يا رحيم. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فخامة رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الجنرال محمد إدريس ديبيتنو، السادة أعضاء المكتب المدني لرئيس الجمهورية، السادة المستشارون، فاليوم يشرق علينا عيد الفطر المبارك، فهو يوم الجائزة الكبرى، حيث تنجلي مظاهر الكرم الرباني، فيفرح الصائمون بصيامهم
وقيامهم واجتهادهم في العبادة وإنفاقهم في وجوه الخير، حيث يتحقق فيهم قول الحق سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقوله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه عز وجل فرح بصومه. وبهذه المناسبة، السعيدة، يسعدني فخامة الرئيس باسمي شخصيا وباسم زملائي في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وباسم جميع فروعه وباسم العلماء والأئمة وحفظة كتاب الله والدعاة، أن أتوجه إلى فخامتكم شخصيا ولأفراد أسرتكم الكريمة ولأعضاء حكومتكم الرشيدة ولجميع أبناء الوطن بالتهاني القلبية الصادقة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى وطننا ومواطنينا بالخير واليمن والبركات، وأن يمكننا من تجاوز واقعنا الحالي إلى ما هو أفضل وأحسن منه، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. فخامة الرئيس، مع إشراقة أول يوم عيد الفطر المبارك وبتوالي أيامه السعيدة، تبدأ رحلة روحية ووجدانية جديدة، لكنها متصلة الأواصر بنتائجها العظيمة المتمثلة في النفحات الإلهية الخيرة والدروس الخلقية الموجهة لمسيرة الحياة الفاضلة التي حفل بها شهر رمضان المبارك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون تلك النفحات تتويجا لفرحتنا بالقضاء من قضاء فريضة الصوم، الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد كتب لنا في هذا الشهر المبارك ما كتبه وتفضل به على عباده الصالحين المخلصين من جزيل الثواب والمغفرة والعتق من النار، وبالاستمرار على نفس المنهج التعبدي الحميد ومواصلة أداء الرسالة الحياتية على أكمل وجه، ليتحقق فينا معنى الخلافة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للإنسان على هذه الأرض، وأن يرزقنا إتقان العمل وأداء الأمانة في كل مواقع المسؤولية، وأن يعيننا على الإنتاج والعطاء. فخامة الرئيس، فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بما فيه من مظاهر قدرته ودلائل عظمته وسعة رحمته، وجعل الإنسان خليفة عليه وأمره باتباع منهجه في تسيير هذا الكون، وأرسل له الرسل وأنزل عليه الكتب فيها الهدى والنور، ولكن البشرية ضلت الطريق ونكبت عن الجادة فهوت في هذا المهوى السحيق، فالبشرية الآن فقدت كل مقومات البقاء وأساسيات الحياة الطيبة الكريمة، وما يجري الآن في الكون كله ينبئ بالشر المستطير. فخامة الرئيس، إذا تجردت البشرية عن الأخلاق الإنسانية فإنها تنقلب إلى حيوانات كاسرة يأكل بعضها بعضا، فالأخلاق الفاضلة هي الموجه الأساسي للسلوكيات العامة، فهي المانعة من الكذب والدجل، وهي المانعة من الخيانة والمكر، وهي المانعة من الغش والخداع، وهي المانعة من الاعتداء على الحرمات الثلاثة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: من مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ونحن في هذا المجتمع الفاضل وفي ربوع هذا البلد الطيب وتحت قيادتكم الرشيدة
أن نلتمس طريق السلامة والأمان وسط هذا الركام من النوازل التاريخية العظيمة والرهيبة، آملين من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى مواجهة تلك التحديات ومواصلة الإعمار والبناء والسعي بجدية إلى إنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع. وبهذا نستطيع أن نبني شات الحديثة، وهذا يوجب على الجميع مضاعفة الجهود من أجل المحافظة على مؤسسات الوطن الدستورية وعلى مقدراته ومنجزاته. ومن هذا المقام ومن منطلق ما يمليه علينا الواجب الوطني، فأنا أهيب بجميع المجالس الفرعية للشؤون الإسلامية في الولايات الوطنية وبكافة العلماء والمؤسسات الدينية أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع بأن يمن علينا بالأمن والاستقرار، وأن يوحد بين كلمتنا ويلم شملنا ويحفظنا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الساد أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المحترمون، مفتي البلاد المحترم وإمام مسجد الملك فيصل الكبير، أخواني العلماء الأعزاء، قبل كل شيء أود أن أشكر الله الذي سمح لنا أن نبدأ وننهي بالإيمان والتفاني والسلام شهر رمضان المبارك حتى نصل إلى هذا اليوم، يوم العيد. لقد قمنا بواجبنا الديني في هذه الفترة التي تميزت بارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد، وقد قام المؤمنون المسلمون هذا الشهر المبارك للتقرب إلى الله والتضرع إليه من أجل السلام والاستقرار والطمأنينة في بلاد نجد، بالإضافة إلى العبادة. أصهر المؤمنون أيضا تضامنهم مع إخوانهم من الديانات التوحيدية الأخرى. تزامن شهر رمضان هذا العام مع الصوم المسيحي، وقد تقللته لحظات من التلاهم والتقاسم والتضامن بين المجتمعات والديانات في كل أنحاء البلاد. تميز الأمل الجماعي بأعمال تضامنية قوية وأعمال إحسان والتسامح والأعمال الخيرية والدعم المتبادل. هذه هي أيضا تشات المتضامنة التي نريدها من عميق قلبنا. رجال الدين الأفاضل، اتسم رمضان 2023 بالحرارة الشديدة، ولهذا السبب أشيد بشجاعة وصبر ومثابرة المؤمنين المسلمين والمسيحيين الذين صاموا مواجهين تحدي هذه التقلبات الطبيعية. إن هذا التمسك بالله العلي القدير يساعدنا على تقوية إيماننا وتطهير قلوبنا والتقرب إليه أكثر فأكثر. اسمحوا لي أيضا أيها الإخوة الأعزاء أن أعبر لكم عن كل امتناني على تمنيات السلام والصحة والسعادة التي عبرتم عنها لي ولأسرتي وللأمة التشادية بأسرها. في المقابل تقبلوا تهاني الحارة بالصحة التامة والازدهار لكم ولأسركم. نسأل الله الرحمن الرحيم أن يشمل كل تشادي وكل أسرة تشادية ببركاته ورحمته الواسعة. ولبلادنا الحبيبة نسأل الله أن يحفظها وأن يعم فيها الاستقرار والسلام والوحدة. إخواني العلماء الأعزاء، يجب أن نعزز إيماننا المشترك بمستقبل هذا البلد ونعمل يدا بيد من أجل بنائه وتنميته. ناقش التشاديون بحرية وبسيادة كاملة مستقبل بلدنا خلال الحوار الوطني الشامل والسيادي. واليوم يتم تنفيذ قرارات وتوصيات هذه الجلسات تدريجيا من قبل الحكومة الانتقالية وفقا للالتزامات التي تم التعهد بها وخارطة الطريق الناتجة عن الحوار
فإننا نعمل على استكمال عملية الانتقال. مرحلة انتقالية ستؤدي إلى العودة إلى النظام الدستوري مع إنشاء مؤسسات جمهورية جديدة بعد انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة. رجال الدين المحترمون، لقد قلتم نحن بحاجة إلى بناء مجتمع فاضل مع مواطنين نموذجيين يحترمون سلطة الدولة ويحترمون الحياة البشرية ويحترمون الممتلكات العامة للدولة. تشاهد الجديدة التي نريد أن تكون تعددية لا تحتاج إلى مواطنين مختلسين أموال العامة ولا مواطنين يتقاتلون بعضهم إلى بعض، كما أنها لا تحتاج إلى مواطنين ليس لهم رغبة في العيش معا في وئام من التنوع. لا، إن هذه التشاهد الجديدة لا تتواكب مع مثل هؤلاء المواطنين ومثل هذه الممارسات. إن إعادة بناء الأمة التي يدعو إليها الشعب هي ضرورة حتمية من الدرجة الأولى، وأنا حساس بشكل قاس لكل ما يؤثر على تعزيز النسيج الاجتماعي والتماسك الوطني والمصالحة والسلام والاستقرار والأمن في بلادنا تشاد الحبيبة. وفي هذا الصدد لا يمكنني تجاهل ظاهرة التمسك بالهوية التي تطفو على السطح في أوساط الشباب المتعلمين على الشبكات الاجتماعية في كل مرة ينشب فيها صراع بين المجتمعات في بلدنا. إن تبني قضية المجتمع أو القبيلة بشكل خاطئ يؤدي إلى تعميق انقسام ويحدد وحدة وطننا وبلادنا الحبيبة. هذا التصرف يتعارض مع الروح الموحدة التي تدفعني والأعمال التي قمت بها منذ عامين، ألا وهي الوحدة والوئام والسلام والعدالة والتوافق والشمولية التي هي من أولوياتي. وبالفعل فإن إرادتي لبناء تشاد ملاذ سلام لا تزال متينة، وعليه فإن أبوابي مفتوحة واسعة ويدي ممدودة باستمرار. وبالنسبة لي لا شيء يعادل السلام ولا شيء فوق السلام. إخواني العلماء الأعزاء، إن دور رجال الدين رجال الله ومشاركتهم الفعالة ضروريتان أيضا في هذه المرحلة الانتقالية. من خلال صلواتكم وتوجهاتكم ونصائحكم يجب أن تدعو جميع التشادين إلى الحكمة والتسامح وحب الآخر والتفاهم المتبادل والشعور بالمصلحة المشتركة وقيم الوفاء للوطن والولاء إليه. يجب أن نبني هذا البلد الجميل والعظيم معا. تشاد التي نريد أن تكون متعددة تحتاج إلى مساهمة كل بناتها وأبنائها. كلنا معا في ديناميكية أخوية ووطنية سنتمكن من إعادة بلدنا إلى مكانته الكاملة والتامة في مسرح الأمم. أشجيكم على الاستمرار في الدعاء من أجل السلام في تشاد وإفريقيا وفي العالم. دعونا نصلي وندعو من أجل السلام من أجل أنفسنا، ولكن أيضا وقبل كل شيء من أجل الدول الشقيقة والمجاورة لبلدنا تشاد ولا سيما السودان الشقيقة، الذي يبدأ الاحتفال بالإيد تحت صفير الأسلحة وتدمير المباني والتمزيق الاجتماعي. لذا أمام هذه الأزمة نطلب من التشاديين، لأن هناك العديد من السودانيين قد لجأوا في بلادنا تشاد الآن، ونطلب من التشاديين أن يستقبلوهم ويحتضنوهم بكل رحمة لأنهم إخوانهم هم في أزمة. فإنني أتوا المجتمع الدولي إلى الدعم، إلى دعم جهود تشاد لتحسين معالجة حالة الطوارئ الإنسانية الجديدة الناجمة عن الأزمة السودانية. رجال الدين المحترمون، مستغلا هذا اليوم المبارك من الاحتفال والمغفرة، أتعهد أمامكم وأمام الله بإطلاق سراح جميع المواطنين المتهمين بتورطهم في الانقلاب الفاشل في ديسمبر الماضي. إن إيماني العميق بفضائل التسامح يقودني أيضا إلى تقديم التزام رسمي آخر
لإطلاق سراح المواطنين المحتجزين في مختلف المقاطعات بعد التمرد يوم 20 أكتوبر الماضي. بذلك أتمنى عيد سعيد لجميع التشادين في الداخل والمغتربين ومجتمع المغتربين بأسره الذين يعيشون في بلدنا والأمة الإسلامية جمعاء. أتمنى أن يملأ ربنا سبحانه وتعالى بصالح بركاته وبنعمته لبلادنا تشاد وللشعب التشادي. بارك الله فيكم، بارك الله في بلادنا تشاد، وشكرا، وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وفقنا الله سبحانه وتعالى على أداء هذه الفريضة المباركة، فريضة شهر رمضان، ووفقنا سبحانه وتعالى للقيام في المساجد والزوايا، فنحمده سبحانه وتعالى ونشكره على هذه النعمة. ما بقي أيها المسلمون هو على المسلم الذي وفق لصيام رمضان ووفق لقيام لياليه، الواجب عليه أن يصل الحاضر بالماضي، بمعنى أن يكون عملك بعد رمضان موصولا بعملك بعد شهر رمضان. لا بد من هذا، فإن العبادة المؤتبرة هي العبادة التي يستمر عليها صاحبها. أما العبادة التي يوقتها صاحبها بأوقات معينة، إذا دخل رمضان وهو المصلي وهو القائم وهو الذاكر وهو التالي لكتاب الله تعالى وهو المصلي على سيدنا محمد وهو المتصدق وهو الذي يفعل كل هذه الخيرات المتناثرة والمتواصلة، فإذا ما ذهب رمضان معناه الإنسان يترك كل هذه الأعمال ويمضي لأمور أخرى. في الحقيقة هذا العمل المقطوع ليس من خصال المسلم، فالإسلام أيها الإخوة هو دين عمل، وهو دين بعضه يكمل البعض الآخر. لذلك المولى سبحانه وتعالى لما أمر المؤمنين وقال لهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بمعنى تمسكوا بإسلامكم هذا، لا تتركوا هذا المنهج إلى أن تموتوا وإلى أن تدخلوا القبر وإلى أن تخرجوا من قبوركم. فإسلامكم هذا إسلام مستمر، إسلام مستمر، فينبغي لكل واحد منكم أن يتمسك بإسلامه إلى أن يموت. والتمسك بالإسلام هو عبارة عن الاستمرار في مزاولة الأحكام الربانية التي أمر الله بها. لذلك المولى سبحانه وتعالى كما تلاحظون في آية أخرى عندما قال: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. شوف، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. انظروا هذا التعبير، الذين هم على صلاتهم دائمون، بمعنى يواصلون هذه الصلوات ولا يقطعونها أبدا ولا يراعون فيها وقتا دون وقت. فالعبادة في رمضان أيها الإخوة كالعبادة في غير رمضان. الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا أن نصوم هو الذي أمرنا أن نصلي، الذي أمرنا أن نزكي هو الذي أمرنا أن نحج. إذن العبادة هي شيء استمراري ينبغي الإنسان أن يستمر عليه حتى الموت.
هذه وصيتي لكم، وعليكم أن تتقوا الله، وعليكم أن تتمسكوا بشرعه بعد رمضان كما قبل رمضان. إذن هذه العبادة هي التي تنفع صاحبها. أما إذا ذهب رمضان ذهبت الصلاة وذهبت القراءة وذهبت الصلاة على النبي وذهبت الخيرات، إلى أن يأتي رمضان ثم يجدد الإنسان التمسك بدينه، هذا الإنسان يعتبر متلاعبا بالدين، وبالتالي هذا لا ينفعه ولا يفيده. فوصيتي لكم أن تتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين. اربطوا أعمالكم بالكتاب، اربطوا أعمالكم بالسنة، هذا هو الذي ينفعكم في الدنيا والآخرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحيم وبه نستعين. Monsieur le représentant du directeur du cabinet particulier du chef de l'État. سعادة ممثل مدير المكتب المدني لرئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية. سعادة ممثل وزير الطيران المدني. فضيلة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد. معالي سفير دولة ليبيا لدى البلاد. سعادة السيد نائب رئيس بعثة الحج التشادية. سعادة المسؤول المالي للبعثة. سعادة ممثل الأداك وكذلك ممثل الملاحة الجوية الأسرنا. وسعادة ممثل السبتي. السادة ممثلو وكالات السفر. السادة الصحفيون. السادة الأعزاء الحضور الكريم، بكل سعادة أعبر لكم عن خالص شكري وتقديري لكم على حسن حضوركم لمناسبة انطلاقة أعمال الحج لهذا العام من خلال هذا البيان الصحفي. فإنه كالمعتاد أن اللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة تطلق بداية حملة الحج لكل عام للإشعار ببدء العمل والسماح للأشخاص الذين يرغبون في أداء فريضة الحج بالتقديم للحج في أفضل الظروف. الضيوف الكرام، على الرغم من الظروف التقييدية لحج العام الماضي بسبب السياق المرتبط بإدارة الأزمة الصحية كوفيد لمدة عامين متتاليين، وكذا التأخير الذي أدى إلى تأخر بدء موسم الحج في العام الماضي، مع ذلك تمكنت اللجنة من تقديم خدمات للحجاج لم يسبق لها مثيل. فإن حملة حج هذا العام التي نحن بصدد إطلاقها اليوم، وأن حملة حج هذا العام التي نحن بصدد إطلاقها اليوم بعد رفعت السلطات السعودية كل الإجراءات والقيود التي تسببت بها الأزمة الصحية، فإن اللجنة في هذه السنة تسعى إلى تقديم خدمات لعدد كبير من الحجاج التشاديين الذين يرغبون في أداء الحج، وذلك بعد إعادة الحصة المخصصة للحجاج التشاديين وهي 8229. وفي هذا السياق تم اتخاذ العديد من الترتيبات لكي يشهد تنظيم حج التشاديين أكبر نجاحا، مع أن العام المنصرم تمت فيه تقديم خدمات راقية للغاية. وبهذا الصدد قامت اللجنة بعدة مهمات سفر إلى المملكة العربية السعودية لتأمين جميع الخدمات المخصصة للحجاج التشاديين، بالإضافة إلى الخدمات اللازمة مثل 1- تقديم ملابس الإحرام وماء زمزم وحقائب السفر. تم بفضل الله توفير الخدمات الراقية لراحة الحجاج التشاديين. 2- تأمين سكن للحجاج في مناطق تأمين 2- تأمين سكن للحجاج في فنادق 4 نجوم قريبا من الحرم. 3- توفير وجبات مفتوحة لكل الحجاج التشاديين بحسب مواصفات عالمية وصحية مراعا فيها رغبات التشاديين الغذائية. 4- توفير 3 وجبات يوميا بمشعر منى، وجبتين في مشعر عرفات. 5- زيادة عدد دورات المياه في المشاعر. السادة الضيوف، إن حملة هذا العام تعتبر حملة تجاوز جميع التحديات إن شاء الله، لكي يتمكن الحاج التشادي من إتمام رحلة الحج بكل يسر وسهولة، وذلك يتطلب تنظيما دقيقا يقوم بتوفير جميع الشروط التقنية والمادية والمعنوية اللازمة، وتضافر الجهود والجهات الفاعلة المشاركة في تنظيم فعاليات الحج من وكالات سفر معتمدة في خدمة الحج، والتي لا ينحصر عملها في توريد الجوازات، بل إن الوكالات تشكل جهة مهمة وفاعلة في عملية تنظيم الحج ونجاحه.
السادة المدعون، إن إحراز اللجنة الدائمة بتنظيم الحج للنجاه الباهر في العام الماضي تم بفضل الله، ثم بفضل الدعم المتنوع من قبل رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة فخامة الجنرال محمد إدريس ديبيتنو، وامتدادا للدعم المتواصل الذي تلقته أيضا اللجنة في هذا العام من فخامته، توصلت بفضله إلى تخفيض تكلفة الحج إلى 3,011,200 ريال تشادي بدلا من 3,100,000 ريال تشادي في العام الماضي. هذا وأن آخر موعد لاستلام الجوازات هو 20 من شهر مايو. السادس الضيوف، في هذا العام ستركز اللجنة على جدية التنظيم حتى يتمكن كل حاج مسبقا من معرفة تاريخ رحلته وفندقه وغرفته إن شاء الله. المدعون الأفاضل، باسم أعضاء بعثة الحج أغتنم الفرصة لأعبر عن شكري وامتناني الخالص لفخامة السيد رئيس الجمهورية رئيس الفترة الانتقالية الجنرال محمد إدريس ديبيتنو على الثقة التي وضعها في إدارة اللجنة وتكليفها بإدارة بعثة حج هذا العام. وفي الختام أسأل الله العلي القدير أن يحفظ فخامة الرئيس ويوفق جميع مساعيه في قيادة البلاد، كما أخص الشكر إلى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد على التسهيلات التي يقدمها لصالح الحجاج التشاديين، وعلى كرم ضيافة المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن، كما نقدم الشكر الخالص إلى سفير دولة ليبيا الشقيقة على إتاحتها كل عام لبعثة الحج باستخدام مبنى سكنيا لها في تفويج الحجاج إلى المطار. والشكر موصول أيضا إلى المدير العام لبنك سبتة على تسهيلات المالية التي قام بها، علما بأن هناك مساعي مع المسؤولين المحليين والفنيين بالطيران المدني بتفويج حجاج المناطق الشرقية من مطار أم جرس. وبهذا أطلق حملة حج هذا العام 2023 للميلاد. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعوة إلى الله.